مسي عليكم بالخير من مسرح الأوبرا في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة. بكل ما نملك من حب، من عطاء، من طاقة قد تكون فعلا شبابية للوطن نعطي باستمرار، وكذلك من خلال المسرح اليوم نلتقي مع شباب يعني يعطون من خلال وجودهم في المهرجانات، واليوم من خلال مهرجان كتارة للرواية العربية. في ختام هذا المهرجان اللي سيكون خلال الأسبوع المقبل سنتعرف أكثر عن هذا العرض، مسرحية الحرب الصامتة المأخوذة عن رواية مملكة الفراشات للأديب واسين الأعرج وأعدها طالب الدوس. اليوم نلتقي مع الأستاذ المخرج فالح فايز، حياك الله معانا. اليوم وجودك على المسرح كممثل، لو نتحدث أكثر عن مسرحة الروايات اللي هذه قد تكون فعلا وجهة نظر المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة عن مسرحة الروايات. طبعا يعطيكم العافية، وهذه المسرحية مسرحة الروايات شيء جميل طبعا، لأنهم في كتارة بدوا واشتغلوا هذا العمل، ومن إخراج طبعا الأستاذ ناصر عبد الرضا، ومعنا مجموعة طبعا نتاشا، عبد الله البكري، محمد أنور، أمين الوكيلي، هبة لطفي. هذا شيء جميل طبعا، أن أنت تمسك رواية وتبدأ تمسرحها وتطلعها على المسرح من خلال أن أنت كأنك مكافأة للشخص اللي هو كتب هذه الرواية وحصل هذه الجائزة. وجينا احنا عطيناه جائزة ثانية أن احنا نقدمها من خلال المسرح، وإن شاء الله أنتم تستمتعون. طبعا هو فيها صراعات يعني بين كشخصيات اللي موجودة في العمل، فيها صراعات، احنا الحين قاعدين مع بعض ممكن نحب بعض بس بعد شوية ممكن نكره بعض لما نركب على المسرح. يعني لو أتكلم عن هل فعلا الاستمرارية ضرورية للفنان؟ طبعا طبعا، أنت إذا في أي عمل إذا ما كان الممثل له تواجد موجود طول السنة زين ممكن ينسي يعني. والتنوع ترى ضروري يعني، انت ممكن تقدم المسرح الجاد، ممكن تقدم المسرح الجماهيري، ممكن تقدم الاطفال، ممكن تقدم الاكاديمي، ممكن تقدم الجامعي، ممكن تقدم اللي هو المدرسي. كل هذه المسارح وكل هذه المدارس هي ضرورية في وقتنا الحالي، وهي اللي تعطينا احنا مثلا من فترة كانوا ايام ما كانت سالفة المسرح المدرسي طلعوا نجوم موجودين، منهم ناصر عبد الرضا، منهم محمد أنوار، جاسم الأنصاري، كثير 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 من الشباب كانوا متواجدين في أيام المسرح المدرسي. وهذا ضروري أن احنا طول الفترة نشتغل ما نوقف يعني. أنت كل شهر لو كان في عمل موجود وممثلين، أنا أتوقع خلال 5 سنين بتحصل كثير من الممثلين بارزين في الشاشة. شكرا جزيلا، الله يحييك، يعطيك العافية. ومن البارزين فعلا الفنان محمد أنور، ننتقل لك الآن. يعني تواجدك في مثل هذه المهرجانات شنو نضيف لك يا فنان، وجهة نظرك؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك أخوي محمد على اللقاء هذا، وطبعا أنا أنتهز هالفرصة وأشكر المخرج الفنان ناصر عبد الرضا على إتاحة الفرصة، لأن أنا تعودت دائما أن أنا أشتغل المسرحيات الجماهيرية، وانت عارف هالشيء يعني، بس التجربة هذه تجربة جديدة، واني انا اشتغل عمل جاد، ويعني واول عمل روائي تحول الى مسرحي يعني رواية حاصلة على جائزة، واحنا حولناها مسرحناها مثل ما يقولون، وراح نقدمها وان شاء الله يعني طبعا كتارة هي اللي امسكت هذه التجربة على اساس انها تقدمها للجمهور. فاحنا نتمنى يعني بمشاركة المجموعة كلها احنا نقدم عمل مميز، وان شاء الله يحضرون الجمهور ويشوفونا ان شاء الله. ان شاء الله، اشكرك. الله يسلمك. في 2010 كانت لها مشاركة كذلك في أوبريت اخت رجال، تعود مرة ثانية في نفس المسرح لتقدم الحرب الصامتة، ومستمرة في عطاءاتها من خلال المهرجانات كذلك. أمينة الوكيلي، لو نتحدث عن الحرب الصامتة تحديدا والعودة لهذا المسرح، أنت موجودة؟ طبعا أنا موجودة فنيا كممثلة، لكن بعد غياب 7 سنوات من خلال يعني خشبة مسرح الأوبرا، نتمنى أن يكون هناك المزيد من العروض التي تقام على هذا المسرح الجميل طبعا كيف ما بتشوفوا. والحرب الصامتة هي مسرحية كيف ما قالوا الإخوان كلهم الممثلين اللي معاي، هي كانت رواية حاصلة على الجائزة الأولى للروائي الأديب
واتين الأعراس، فنتمنى إن شاء الله أنه يعني يكون هناك حضور ويشرفونا بزيارتهم ويشوفون هذا العرض الجميل الذي سيقام على مسرح الأوبرا إن شاء الله. شكرا. راح أنتقل كذلك إلى من تواجدت في الدراما من خلال السينما، هبة لطفي، لو نتحدث عن مشاركتك اليوم ودورك في هذا المسرح. أول شيء أهلا وسهلا أخوي محمد، وبتكلم الحين على دور يونا في المسرحية. أنا أخت التوأم، أخت التوأم للشخصية مريم. الأخت اللي يعني حاسة إن البيت كله، العيلة كلها ما تحبها، وبالذات أخوها، وبالذات أخوها يعاندها، ويعني كان يسوي حركات معاها مشاكسة، كانت تحس إن خلاص بتخلص من هالبيت بأي طريقة، وبالأخير تروح تتزوج واحد شيبة عشان تفتك من هالبيت. أي والله، فعمل جدا جدا رائع، وأشكر أستاذي الكبير أستاذ ناصر إن يعني منحني المشاركة الجميلة هذه، ويا رب يا رب يا رب نكون قد حسن ظنه بإذن الله، وإن شاء الله إن شاء الله يعني نعجب الجمهور إن شاء الله. شكرا. وفعلا هي قالتها بالعامية، ولكن المسرحية قد تكون باللغة العربية الفصحى. صح. أي لو ننتقل إلى النقطة الأخيرة. أي تفضل. طبعا نشكر احنا سفارة على هذه المبادرة، وإن شاء الله نتمناها سنويا سنويا تكون متواجدة هذه المبادرات، لأن بالعكس لنهضة الحركة المسرحية في قطر. يعني طبعا نشكر احنا الحي الثقافي كتارة. جميل. نشكرك. مشكور وما قصرت، وفعلا كل الشكر للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة. أختمها لواسين الأعرج، قال لا تستعجل الزمن، فالأشياء الجميلة تأتي تلقاء نفسها، فبالتالي نقدر احنا في المقابل حضورهم على المسرح، نقدر كل من يعطي على هذه الخشبة سواء كانت في كتارة أو غيرها، يكفي بأن احنا نقدم تجاه قطر. نشوفكم على خير.